حقورين اللي يجي يعني ما يلقوش يتبعي كل واحد الحقرة هذه راه كتولي الحقرة واللي كان بياكل ورا كيف بقيت كنضرب عليه من الحبس تسكن شوف بعدا ما كيدوي انا نحس كيبقى فينا ما قصنا زي زعنا هذا البيع والسماء راه نهار اللي داوني البوليس من هنايا ديك الصاف اللي كان انا الدواء كتعرف خلاوه في الصباح ما جبروش حتى باش يفطروا ويخرجوا للشارع زعما غيحن فيه شي واحد راه ما غيحن فيه شي واحد مسسن خدم في المعمل وزرها وعلي خصنا فلوس حلالا طيبة أنا الاسم ديالي عبد الله السن ديالي 65 سنة عندي 4 العيون مراتين المرض ديالهم يعني عقليين ما كاينش التركيز راه التركيز ما عندهمش نهائيا مرة شي التركيز راه ما كاينش ديما تعلم ديما تخدموا أي خدمة ما كيعجنوا ما كيطيبوا ما كيعملوا حتى حاجة ما كيفهموا يعدلوا حتى حاجة إما مسؤول عليهم من في الأول ديالهم حنا تابعين في الطب ومتابعين يعني في الأدوية ديالهم ما كاين حتى شي من 80 وحنا كنجريهم ما كاين والو الكبيرة ديالهم راه عندها شي 38 سنة الأخر ديالو عنده طلاف 18 سنة أنا ما كنت خدام كنت باقي صغير كنت كنخدم كنجمع كندبر عليهم ولكن اليوم عييت ونتا جات القجورة دي كيف كنبيع القجورة دي كيف يعني البوليس كيجوني يدوني الحبس هذي مرتين وانا كنمشي ضربت شهر الأولى مرة أخرى وهاد المرة شهرين عاد خرجت باش 15 يوم باش خرجت من السجن كيدخلوا علي أنا البوليس دخلوا علي 8 الناس هنا البوليس راه الدار جعجوها وأنا ما عندي والو عندي حتى شي حاجة عندي قجورة ديك فشي ما عندي حتى شي حاجة حنا عارفين شي ممنوع ولكن ما جبرت حتى السجن فين غادي نمشي شمن تيجي غير غنمشي نديرو هذا هو المدخل اللي ما خدتي أنا ما ياكلو ما كاينش ما ياكلو ما كاينش نهائي راه نهار اللي داوني البوليس من هنايا ديك الصاف اللي كان هنا الدواء كتعرف خلاوه في الصباح ما جبروش حتى باش يفطروا ما خدم حتى واحد ما عندهمش التركيز ما كاينش التركيز وخا يمشيو يخدموا ما كاينش التركيز ما يخدم حتى واحد نهائيا حتى انت ولا الكار ما كاينش التركيز نهائي ما غاخد الدور يديه فين ما ديتو يديه نهار الاولي الثاني كله سير في حالك كنطلب يعني من المساكن كاين شي معاونه كاين شي ناس شي جمعيات كاين شي حاجه يعاونوني يعني على هاد العون مرحبا ما كاينش رانا قادر نهزم نديهم الخيريه ما كاينش نكذبش عليك وانا ما بغيتش يتسرقوا بغيت نبقاو مجموعين في الدار دار عندهم الحمد لله كنا غير معاونين على الناس انا ما بغيتش نديهم ما بغيتش نترشهم بغيت نترشم على بعضياتهم بغيت نبقاو مجموعين هذا هو الحل اللي عندي انا ما كاينش الحل رانا غادي نشوف شي حل اخر انا مشيت نبيع كنبيع قجور وليت كنبيع قجور كيف بقيت كنضرب عليهم الحبس في السبه ديالهم هما في السبه ديالهم ما خصنيش انا هاد الخدمه هادي ما نقدرش نخدمها وهما بيدهم كيقولوا لك صافي واخا نخرجوا للشارع نسعاو ولا نشوفوا ونعمل ويخرجوا للشارع صافي غيحن فيهم شي واحد راه ما غيحن فيهم شي واحد يعني محقورين ملي يجي يعني ما يلقاوش حتى ياكلوا الحقره هادي راه كتولي الحقره صافي حيت كنشوف بعدا ما كيدوي انا نحس كيبقى فينا ما قصنا زي زعنا هذا البيع والسماء ما قلناش شي واحد يعاوننا ولا قلنا جبرنا حتى واحد مسسن خدمت في المعمل وزرها وعلي ما قصنا زي زعنا هذا العيس اي بيع سائل كيف قصنا فلوس حلالا طيبة الله يخليها لنا الوالي اخوتي محنن بزاف خصنا سي جمعية زعما سي مشروع الوالد سي بقال ولا سي حاجة اللي يعاون بيا راه تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد